في أسباب كتير بتؤدي إلى رطوبة الفرشة وإلى ابتلال الفرشة. هنعرف في الفيديو الصغير ده إيه الأسباب اللي بتؤدي لرطوبة وابتلال الفرشة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مربين كتير من مربي الدجاج ومربي الدواجن بتظهر عندهم ظاهرة ابتلال الفرشة ورطوبة الفرشة خصوصا في أيام الشتاء. عاوزين نعرف في الفيديو ده ايه هي أسباب رطوبة الفرشة عشان نتجنبها ونقدر نحافظ على جفاف الفرشة وعلى عدم رطوبة الفرشة. لأن احنا لو عرفنا الأسباب اللي هي بتؤدي إلى رطوبة الفرشة هنتجنب هذه الأسباب، فبالتالي هنحافظ على جفاف الفرشة، فبالتالي هنحافظ على صحة الطيور وما تظهرش عندنا المشاكل التنفسية ومشاكل الكوكسيدية والمشاكل اللي بتظهر بسبب رطوبة وابتلال الفرشة. ايه هي الأسباب اللي بتؤدي إلى رطوبة وابتلال الفرشة؟ أول سبب إن الفرشة اللي حضرتك بتكون حاططها دي تحت الدجاج أصلاً تكون فرشة ما بتمتصش الرطوبة، زي بعض الناس اللي ممكن يحطوا قش الرز أو تبن قش الرز، ده طبعاً ما بيمتصش الرطوبة. بعض الألبان ما بتمتصش الرطوبة، لكن في بعض الحاجات بتمتص الرطوبة كويس زي مثلاً زي نشارة الخشب. فالفرشة نوع الفرشة نفسه مهم جداً، ففي بعض الفرشة اللي أنت بتحطها تحت الدجاج ما بتمتصش الرطوبة، فما تحطش الفرشة ديت اللي هي تحت الدجاج وتقول في عندي رطوبة في الفرشة وفي مشاكل في ابتلال الفرشة، لأن هي أصلاً فرشة ما بتمتصش الرطوبة. لذلك لما تيجي تحط فرشة تحت الدجاج بتراعي إن الفرشة اللي أنت هتجيبها ديت بتمتص الرطوبة، وأفضل أنواع الفرشة اللي ممكن تستخدمها اللي هي نشارة الخشب. بتمتص الرطوبة وبتحافظ على الدفء وبتحافظ إيه على درجة حرارة الطائرة. تاني نقطة إن حضرتك بتكون حاطط سمك من الفرشة قليل جدا ما بيمتصش الرطوبة. لازم عشان تمتص الرطوبة وتتخلص من الرطوبة الموجودة في العنبر لازم تزود السمك بحيث يقدر يمتص معظم الرطوبة الناتجة من الدجاج. الرطوبة دي ناتجة من إيه؟ ناتجة من الزرع، ناتجة من بخار المية، ناتجة من التنفس، ناتجة من الجو الخارجي، ناتجة من السقايات، من خطوط النبل. كل ده بيدي رطوبة، فلازم يكون في فرشة كافية عشان تمتص الرطوبة دي. لو حضرتك حاطط فرشة قليلة فده ما بيمتصش الرطوبة، ما بيساعدش على امتصاص الرطوبة، فبالتالي بتظهر رطوبة في الفرشة. تالت نقطة ممكن تزود عندك الرطوبة مشاكل السقايات والمسائي وخطوط النبل. لو في تسريبات في خطوط النبل، في سقايات مكسورة بتوقع مية على الأرض، فده بيزود الرطوبة. لذلك لازم تاخد بالك من المسائل بتاعتك ومن خطوط النبل، مفيش فيه تسريبات، مفيش فيه خطوط بتوقع ميه، مفيش فيه سقايات مكسوره ومشقوقه وبتوقع ميه على الارض. رابع مشكله بتزود لك الرطوبه الكثافه العدديه للطيور الزايده. لو حضرتك مسكن تسكين عالي ومزود كثافه الطيور ده بيزود الرطوبه حتما. ليه؟ لان الطيور دي بتنتج زرق، الزرق ده فيه نسبه عاليه من بخار الميه. الطيور دي بتتنفس، بتاخد اكسجين، بتخرج بخار الميه وثاني اكسيد الكربون، فبخار الميه ده بيتراكم في العنبر. الطيور دي بتحتاج تشرب ميه كتير، فبالتالي حضرتك هتزود سقايات وهتزود خطوط نبت، فيظهر عندك مشاكل. الطيور دي لما بتكون مزدحمه بتوقع ميه، بتوقع ميه، بتوقع السقايات، فالميه دي لما تقع برضه هتزود لك الرطوبه. لذلك ازدحام الطيور هيزود لك رطوبة الفرشة وهيدخلك في مشاكل كتير، واحنا اتكلمنا في فيديو سابق قبل كده عن خطورة ازدحام الطيور وايه اللي ممكن ينتج من ازدحام الطيور. الفيديو ده موجود في علامة الاي، هتظهر دلوقتي لو حضرتك عاوز تطلع عليه، وابقى شوفه وشوف المشاكل اللي ممكن تنتج من ازدحام الطيور. خامس مشكلة ممكن تزود الرطوبة وتزود رطوبة الفرشة وابتلال الفرشة اللي هو الإسهالات. لو في إسهالات كتير موجودة في القطيع بتاعك وحضرتك ما بتعالجهاش بسرعة، الإسهالات دي بتزود الرطوبة، لأن الإسهال ده بيبقى فيه نسبة عالية جدا من المية، فوجود إسهالات كتير هيزود لك الرطوبة. المشكلة اللي بعد كده اللي هو قلة التهوية. التهوية بتدخل طبعا هواء جديد وبتخرج الهواء الموجود في العنبر. الهواء اللي موجود في العنبر فيه إيه؟ في رطوبه وفي بخار ميه وفي ثاني اكسيد الكربون وفي غازات سامه، فبتخرج وبيدخل هواء جديد، هواء جديد جاف فيه اكسجين، فده بيساعد على ترطيب الفرشه، بيساعد على جفاف الفرشه. فلو ما فيش تهويه كويسه وما حضرتك مكتم العنبر
رطوبة الفرشة هتظهر عندك بكثافة عالية وهيظهر عندك ابتلال الفرشة، لكن لما يكون في تهوية لو في شوية رطوبة هيجفوا على طول بسبب التهوية. برضو من المشاكل اللي بتؤدي إلى الرطوبة الزايدة وبتؤدي إلى ابتلال الفرشة قلة درجة الحرارة. لما بتقلل درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي ده بيساعد على ظهور الرطوبة وعلى عدم جفاف الفرشة، لكن لما بتعلي درجة الحرارة شوية وبتخلي درجة الحرارة مناسبة للقطيع بتاعك فده بيساعد على تبخير الرطوبة وتبخير بخار المية الموجود في الفرشة مع التهوية بيخرجه بره. فقلة درجة الحرارة بتساعد على زيادة الرطوبة، لذلك في أيام الشتاء في أيام البرد بتلاقي في رطوبة زايدة في الفرشة. أخيرا من العوامل اللي بتؤدي إلى رطوبة الفرشة وإلى ابتلال الفرشة كتير اللي هو عوامل بترجع للعلف نفسه. لو العلف ده فيه نسبة ملح كتير، نسبة الملح كتير بتخلي الطائر يقبل على المية كتير، فبالتالي بتعمل إسهالات وبتزود الزرع فبتعمل مشاكل في الفرشة وبتزود ابتلال الفرشة. برضه نسبة البروتين الزايدة في العلف، الناس اللي هي بتفضل تأكل بادي طول الدورة وتقول ده بروتين كويس، لا طبعا البروتين الزايد ده هيعمل لك مشاكل في الكلى وهيعمل مشاكل في الإسهالات وهيزود الإسهالات وهيزود مشاكل وهيزود إيه؟ وهيزود رطوبة الفرشة في النهاية، وممكن يعمل أمراض للطائر وبيقلل مناعة الطائر وبيضرب الكلية بتاع الطائر. فحضرتك لازم تلتزم بنوع العلف ونسبة البروتين بناء على عمر الطائر. يبقى الخلاصة في الفيديو الصغير ده عرفنا ايه هي المشاكل اللي بتؤدي الى رطوبة الفرشة وبتؤدي الى ابتلال الفرشة، عرفنا ان في مشاكل بترجع للطائر نفسه، زيادة التسكين، الاسهالات، المشاكل برضو بترجع للعلف، زيادة نسبة البروتين، زيادة نسبة الملح في العلف، مشاكل طبعا بترجع لإدارتك العنبر في عدم التهوية والكفاية، بترجع برضو لعدم الحرارة وقلة درجة الحرارة، بترجع طبعا للفرشة نفسها ان هي ما بتمتصش رطوبة او سمك الفرشة بيبقى قليل. عاوز تعالج الرطوبة، عالج المشاكل دي وشوف المشكلة فين وعالجها، هيبقى ما فيش عندك رطوبة وهيبقى في جفاف في الفرشة ومش هتظهر عندك الأمراض اللي هي بتنتج من الرطوبة زي مرض الكوكسيديا زي نشاط السي ار تي. واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو الصغير بتاع النهارده ده عجبكم، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديده، ولايك للفيديو وشير لو حسيت ان غيرك هيستفيد بيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.